ما معنى الرضا؟ نعم شباب، ما معنى الرضا؟ إذا سمع الرضا أنا راضي، إيش معنى راضي؟ القبول، إيش أيضا؟ القناعة، جميل. ماذا أيضا؟ عدم السخط. أحسن، الرضا ضده السخط، عدم السخط. الرضا ضده السخط. ها؟ نعم نعم، الرضا ضده السخط. حينما يسخط الإنسان أي أن لا يقبل حالا من أحواله أو شيئا من الأشياء، أعطي مالا ولكنه لم يجد في ذلك المال ارتياحا فيسخط، أعطي عيالا فيسخط، أعطي جاها يسخط، أعطي ملكا يسخط. الرضا ضده. وإذا علمنا هذا وجب الربط بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم إذ قال فيما يتعلق بهذا العبد، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شريف بين حال هذا العبد، ولا يخرج العبد من إحدى حالي هذا الحديث. ما هذا الحديث؟ أظن البعض يتصور الحديث هذا. أحسنت، من قال هذا؟ ما شاء الله ما شاء الله، جزاك الله خير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، فأمره عجب، مختلف أمره عن أمر بقية الناس غير المؤمنين. عجبا لأمر المؤمن، ها ما هو العجب في أمره؟ نعم، أمره كله خير، إن أمره كله خير. كيف؟ يعني بمعنى آخر أن كل ما يصيب هذا الإنسان يسري في الطريق الذي يريده هذا الإنسان، هل هذا هو؟ لا، الإنسان يريد شيئا وحيانا يأتيه شيء آخر نقيض الشيء الذي يريده، ما كذا؟ ولكن المؤمن حاله حال خاصة. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. كيف؟ إن أصابته سراء شكر. السراء يقابله الشكر، السراء الراحة، الاطمئنان، مال وفير، ولد، زوج صالحة، وإلى آخره، واذكر نعم الله عز وجل. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. كيف؟ أين الخيرية في شكر الله، في شكر نعم الله عز وجل؟ ماذا يقول الله عز وجل عن الشكر؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر ارتباط الشكر بالزيادة، دائما الشكر ارتباطه بالزيادة، يرتبط الشكر بالزيادة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وإن أصابته ضراء صبر، إن أصابته ضراء صبر. فمشقة تصيبه، شدة، شيء من البلاء، امتحان، اختبار، ضيق يصيب هذا الإنسان المؤمن، فيكون ردة فعل هذا المؤمن هذا العبد صبر. الله عز وجل يقول في كتابه العظيم في مسألة الصبر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذا الحياة، ما دام الحياة هكذا، أنت في الحياة، هذا شيء حاصل، شيء من الخوف. هل هنا واحد منا ما سبق له أن خاف البر في حياته؟ ما خاف يعني سوبرمان، إلا تحصل شيء له
يعني له رابطة بخوفه، وكذا شيء من الخوف والجوع. حد منكم مجاع؟ أموره يعني كان يقولوا العرب العاربة في الرب، ها؟ حد منكم مجاع؟ جوع، وقد يكون جوعا مختارا. شباب كيتو ما كيتو، هذا يعني أنواع من الجوع، يعني جوع، جوع اختيار في الصيام، وقد يكون جوع اضطرار، ها؟ يكون جوع اضطرار، لا يجد الإنسان ماء يملأ به بطنه أو يقيم به أودة، نقص من شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. ما يحصل هذا نقص الأموال؟ يحصل أحيانا إنسان بغي يشتري حاجة لكن نقصت فلوسه، الغوازي ما يقول ما يكفين، وإلى نهاية الشهر ما يكفين، نقص من الأموال، متطلبات الزوج، متطلبات الولد، متطلبات يعني الحياة بشكل عام، العيد وإذا تولف العيد ومدرسة وإجازة، يعني كوكتيل يعني ما شاء الله من هذا النوع مثل ما صار يعني قبل فترة قصيرة، عيد، الكهرباء والماء القضية وحدها، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا وعن المؤمنين كذا. اللهم يسر لنا ويفرج عنا وعنكم. طيب، فيكون نقص من الأموال والأنفس. من لم يفقد أحدا؟ من منا هنا لم يفقد؟ من يوم مولود إلى اليوم ما فقد أحد من أهله، من أقربائه، من جيرانه، من أحبابه، يا ما لا تحصل كل واحد إلا له وجه نقص، فقيدة، نعم عنده فقيد، له فقيدة من الأموال والثمرات. أيضا يحصل، تجد أحيانا المزارع ما شاء الله، هذه يعني نسأل الشياب، هذه المزارع هذه الساحلية الآن، الحيل والسيب والمعبيلة، هين كانت قبل كمين سنة، كمين 20-30-40 سنة، كيف كانت المزارع؟ مزارع يعني هكذا مزارع، تغير حالها. يحصل هذا الابتلاء، يحصل. وطبعا للابتلاء قوانين، ما نتحدث عن هذا، الابتلاء أيضا قوانينه، للبلاء قانونه، لكن على كل حال هذا واقع في حياة الإنسان، أنه يحصل له نقص، يحصل له خوف، يحصل له جوع. ثم يختم الله عز وجل هذه الآية بقوله وبشر الصابرين. إيش معنى بشر؟ بشارة. إيش عن البشارة؟ بشارة عادة أن تكون في الخير أم في الشر؟ خير، بركة، بشارة. حين تقول أبشرك مباشرة، حين تقول شخص أبشرك مباشرة، إيش كيف تحصل أساريره؟ ماذا يحصل لأساريره؟ تبتهج أساريره، لأن البشارة مقترنة بالخير بما يسر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الله. فإذا هذا حال المؤمن بين حالين يطير بهما إلى الله عز وجل، حال الشكر للنعمة للسراء، وحال الصبر على البلاء والضراء. وكل حال من الحالين يقول للآخر أنا أعظم نفعا له، فحينما يصبر يرتفع درجات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم إيش؟ صلوات من ربهم ورحمة. إيش بعد يبغى الإنسان بعد؟ ومن الذين لهم صلوات من ربهم ورحمة؟ الصابرون. في سورة البقرة إيش يقول الله عز وجل؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور.
هذا حال هؤلاء الذين لهم صلوات من ربهم ورحمة، الذين يذكرون الله كثيرا، الذين يذكرون الله ذكرا كثيرا، فيحصلون على هذه الصلوات، يحصلون على هذه الرحمة، يكونون من هذا الفريق، فريق الولاية لله عز وجل، فيواليهم الله إذ والوه. طيب، فهذا الصبر، الصبر يرفع الدرجات، والشكر أيضا يرفع الدرجات، الشكر على الشكر السراء، شكر النعماء يرفع الدرجات. فالإنسان المؤمن، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم صدر هذا الحديث بقوله عجبا. ليش؟ لأن الأصل أن حال المؤمن كله حال إيش؟ حال ارتفاع. حال المؤمن كله، حال المؤمن كله حال ارتفاع، فهو يرتفع إن صبر ويرتفع إن شكر، يعني في كل حال من أحواله، من استيقاظه من نومه إلى خلوده إلى النوم مرة أخرى، هو في حال ارتفاع. هذا الأصل، هذا أصل حال المؤمنين.